لماذا قتل رأفت دمبع الشاهد في قضية اغتصاب طفل المعلى؟ ما هي مبررات جهاز مكافحة الإرهاب المتورط بقتله؟ وأين الحكومة وأجهزة السلطة القضائية مما يحدث في عدن؟ أهلا بكم. يوم الأحد الماضي توفي الشاب رأفت دمبع وهو من أبناء مديرية المعلى بعدن بعد إصابته بإطلاق قوة مكافحة الإرهاب التي يقودها يسران المقطري المقرب من دولة الإمارات الرصاص عليه. اليوم نفذ العشرات من أبناء عدن وقفة احتجاجية للتنديد بمقتل الشاب رأفت، طلبوا فيها بمحاسبة الجناه وإنهاء تواجد أي قوة خارج نطاق الدولة. عدن تشهد احتجاجات شعبية واسعة ومتصاعدة في مختلف المديريات، إذ أشعل المحتجون الإطارات وقطعوا عددا من الشوارع تنديدا بمقتل الشاب رأفت الذي قالوا إنه أحد الشهود على قضية اغتصاب طفل المعلى، القضية التي حدثت في مايو الماضي. إذن إلى أين تتجه الاحتجاجات المتصاعدة في عدن ضد جرائم وانتهاكات الأجهزة الأمنية المتكررة؟ وكيف تحولت أجهزة أمنية في عدن من حارس للعدالة إلى أداة لدفن الحقيقة؟ لكأنها إحدى مفردات الفوضى والدم والظلم والقهر. عدن مدينة السلام الآفل تواصل الانزلاق نحو الفوضى كل يوم في ظل استمرار الانفلات الأمني وتناقض الأجهزة الأمنية مع ذاتها ومهامها، والتي صارت خطراً يهدد معيشة المواطن. حادثة جديدة تهز الشارع العدني وتثير سخط المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام عاصفة الفوضى بلا سند. المواطن رأفت دمبع أحد أبناء المعلى قتل برصاص قوات أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب الذي يديره يسران المقطري المقرب من الإمارات. ثلاث رصاصات استقرت في أنحاء متفرقة من جسده ليموت في إحدى مستشفيات المدينة متأثراً بها. من هو رأفت دمبع ولماذا تم تصفيته بهذه الطريقة البشعة؟ الشخص الآن الذي قتل رأفت بأي طريقة يقتل؟ وأنتم تعلمون كلهم أنه هو الشاهد الوحيد لقضية القتل واغتصاب طفل المعلى، لماذا قتلوه بالوقت هذا بالذات؟ المصادر المحلية تقول إن رأفت هو أبرز شهود الذين كشفوا حادثة اغتصاب طفل المعلى والتي أدين فيها رجال أمن من شرطة المعلى، أحدهم مقرب من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب. كشف رأفت الجناه وكسر حاجز الخوف انتصارا للعدالة، تعرض لضغوط وتهديدات وانتهى به المطاف قتيلا على يد قوة أمنية مفترض بها أن تحميه كشاهد على جريمة بشعة، لا أن تساهم في دفن شهادته والتستر على الجناه. قائد جهاز مكافحة الإرهاب بعدن يسران المقطري أكد أن القوة التي قتلت رأفت تابعة له وكانت في مهمة رسمية لإلقاء القبض عليه، وبرر القتل بأنه غير متعمد بعد أن حاول الفرار. نطالب فيها الجهات الأمنية والمعنية وقوة التحالف بما يحصل في عدن، بما يحصل من شتات وتدمير لأبناء عدن، ما يحصل اليوم من رجال اليسران ويسران نفسه، هذا يسمى عبث ذات. بمقتل دمبع تعود إلى الواجهة قضية اغتصاب طفل المعلى والقضايا الأخرى، وتصاعد مع ذلك السخط الشعبي ضد القوات الأمنية التي تحولت إلى خصم للمواطن ومظلة تحمي المجرمين وتمسح خطاياهم. أغلقت الشوارع في المعلى وكريتر والمنصورة وخور مكسر، وخرج الشباب غاضبين منددين بالحادثة وبالأحداث والجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية باستمرار، متعدية حرمة المواطن ومستغلة لمهامها. صمت رسمي وغضب شعبي يتنامى ضد عبث الأجهزة الأمنية المختلفة في عدن وجرائمها. دعا ناشطون وحقوقيون إلى وقفة جادة ومسؤولة لمعاقبة الجناه قبل أن يتفاقم الغضب الشعبي وتتحول قضية شاهد العدالة إلى القشة التي تقسم ظهر الدولة وتخرج الأمور عن السيطرة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، شقيق الضحية رأفت دمبع محمد دمبع. أهلا بك محمد. بداية،
تعازينا في مقتل أخيكم، نسأل الله أن يعصم قلوبكم بالصبر وأن يرحمه ويغفر له بإذن الله. هل لك أن تحدثنا ما الذي حدث معه بالضبط؟ أهلا بك أخي نزيه، الحمد لله على كل حال. قرأت هذه القضية في قمة البيت في الساعة 12. يقوم سلحين في شاص تبع عشران مغنعين إلى قمة البيت. نعم. وتم ضرب الرصاص إلى أخي رافت رحمة الله عليه، رحمة الله تخشى، وحاول هروب وهو جريح ولحقوه وحاول رافت أخوي. بكل تأكيد هو من الصعب أن أطلب منك أن تتذكر ما الذي حدث ذلك اليوم، لكن محمد هي مسألة حتى نحاول إلى أكبر درجة أن لا يذهب دم رأفت هدرا، وأن يكون هناك ملاحقة لهؤلاء الجناة الذين قاموا بالتسبب بمقتله محمد. أطالب بكل القيادات وإنهم لا يضيعوا حق أخوي ولا وين يهتموا بالقضية خاصة. طيب محمد في ذلك اليوم، وإن كان يعني الموضوع صعب، أنا عارف الموضوع صعب جدا، التذكر ملابسات الذي حدث في ذلك اليوم، ايش اللي حصل بالضبط في هذاك المساء بعد ما حاول رأفت الهروب وهو جريح؟ هرب الى احد المنازل المجاوره لنا، وقاموا الجيران باسعاف اوليه في البيت حقهم جزاهم الله خير، وسعفوه إلى المستشفى وبلغ كل النقاط أن لا يجزعوا رافضه جريح، وخرجناه من النقاط بصعوبة وهو جريح. طيب بعدين إيش حصل؟ وسعفوه المستشفى وكان مصاب ثنتين في رجل اليسار والرجل الثانية واحدة في رأسه من الخلف. إذن وسعفوه والحمد لله كما ترون بالفيديو يتكلم وكذا، بس الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، ورحمة الله تغشى رأفت الذي يعني وصل يعني وهو في لحظة صعبة كان صور هذا الفيديو ليطمئن أصدقائه ويطمئن والدته، لكن ما دام وصل وصور الفيديو اللي شفناه كلنا يا محمد، كيف توفى بعد ذلك؟ من الرصاصة هم قالوا من البداية أنها سطحية هي تعمقت داخل، والطبيب قال أنها تعمقت كثير وحصل بالتنفس صعوبة التنفس بصعوبة تدريجيا لما الحمد أتوفى. من كان معه في تلك اللحظات رحمة الله تخشى؟ القائد حقه حسين عطاس. إلى أي مستشفى أسعف يا محمد؟ إلى مستشفى أول حاجة إلى بابل، بعدين إلى
طبب الحدود معي النقيب وتوفى بالنقيب رحمة الله تخشى. يعني محمد هي لحظات صعبة، أنا أعلم أن الموضوع صعب تذكره، لكن هناك حديث كثير يجري في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام عموما حول ملابسات ما حدث في وقت ما كان في المستشفى. هل كانت وفاته وفاة نتيجة الإصابة أم أن هناك من حاول تصفيته وهو في المستشفى؟ أخي نزيه، قدر الله وكان سبب وفاته من الرصاصة اللي في رأسه، وكان يتنفس بصعوبة بصعوبة. رحمة الله تخشى. طيب محمد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي في هذه الحلقة. أذهب إلى من تنضم إلينا الآن عبر الهاتف، هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات. أرحب بك سيدة هدى. إذن كيف تابع الوسط الحقوقي والناشطين قضية وما حدث لرأفة دنبع في المعلة؟ أولاً مساء الخير على جمهور قناة بلقيس، وأحب من هذا المنبر أن أعظم أجر أخ المجني عليه القتيل رأفت دنبع. صراحة قوبلت هذه القضية والواقعة باستياء بالغ وشديد جداً من قبل كل الرأي العام والشارع العدني وحتى المواطن البسيط، وكذلك أيضاً النشطاء والإعلاميين وفئات المجتمع في محافظة عدن. قامت هذه الواقعة باستياء بالغ جدا. الشارع العدني اليوم في ثورة حقيقية في كافة مديريات محافظة عدن. الكل يطالب بإلقاء القبض على قتلة المجني عليه رأفت. بالتالي أيضا تصاعدت فوق هذه الغضب من قبل الرأي العام، وطالبت الجهات المختصة الضبط بإلقاء القبض وتقديم الجونات إلى العدالة لمحاسبتهم. وكان نتيجة هذا الغضب الشديد هو تشكيل لجنة من قبل وزير الداخلية بمتابعة هذه القضية والتحقيق فيها. والأهم من ذلك هو تشكيل اللجنة، ولكن هو مخرجات ونتائج هذه اللجنة. وندعو كل المنظمات الحقوقية العادلة في محافظة عدن بالقيام بواجبها الإخلاقي والمسؤولية تجاه ما يحدث من موجة انتهاكات عارمة ومنهجية انتهاكات أغضبت الشارع العدني. بالتالي علينا اليوم مسؤولية مراقبة هذه اللجنة وما هي النتائج التي سوف تخرج بها، وتقديم الجنات للعدالة ومحاكمتهم عدليا حتى يكون رادع لما تسول نفسه بالقيام بمثل هذه الانتهاكات. أرجو تتفضلي بالبقاء معنا سيدة الصراري. أعود إليك محمد، وأنا في الحقيقة أحسدك على رباطة الجيش والقوة التي تظهر بها الآن في الاستوديو أمامي في الشاشة. محمد، يعني كان معروف على رأفت أن هناك قضية كان شاهد فيها، ما هي تفاصيل هذه القضية كما تعرفها أنت؟ احكي لي. أهلا بك. هذه القضية قضية الطفل المعلق، أجا لعند أخوي رأفت ويكلمه على القضية أنهم اغتصبوه ثلاثة ويهددوه بالفيديو اللي صوروه معاهم. وأخوي من زعل على الطفل وهو يبكي أتحرك إلى أحد المشتبهين ورمى عليه رصاص في رجله ونقلوه. نعم محمد، يعني هذا الأمر كان منذ فترة مضت إلى حد كبير. هل
وهنا أسأل، أذهب إلى السيدة هدى الصراري، أسألك سيدة هدى، يعني هذه قضية اغتصاب طفل المعلى، هل تم تقديم الجناة فيها للعدالة أم أن هناك مفقود، يعني هناك خيوط مفقودة بين القضيتين الآن مع قضية رأفت الآن؟ طبعا قضية اغتصاب طفل المعلى كان رأفت الله يرحمه والشاهد الوحيد أو الشاهد المهم في هذه القضية، وطبعا كان رأفت متهم بالشروع بقتل حسب ادعاء الجهات الأمنية بأنه شرع في قتل أحد الجناة، وبالتالي كان مطلوب أمنيا. طبعا تمت محاكمة بعض الجناة الذين اتهموا بقضية اغتصاب طفل المعلى، وتم تبرئة ساحة البعض منهم لعدم كفاية الأسس، وبالتالي لم تقدم كافة الجناة إلى المحاكمة. كانت محاكمة طبعا فقدت بعض خيوط الجريمة والأدلة، وبالتالي لم يكن بوسع القضاء إلا أن يحكم ببراءة بعض المتهمين لعدم كفاية الأدلة. وباعتقاد أن ما حدث للمجني عليه رأفت هو بسبب أنه الشاهد الوحيد بقضية اغتصاب طفل المعلى. أرجو أن تتفضلي مرة أخرى بالبقاء معنا سيدة الصراري. أعود إليك محمد، الآن أنتم في عدن، يعني سمعت على أن هناك بيان أو مطالبات من الأسرة للكشف وتحقيق، يعني للتحقيق، تطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق بما حدث لرأفت، يعني هل هناك أي مشاكل تتعرضون لها؟ هل هناك أي تهديد لكم حصل بعد ما حدث مع رأفت؟ لا أي تهديد قلع إلى الأسرة حقي ولا لأي واحد، بس طلبوا أن على ما يريد التخريب، نحن بأيدنا بأي شيء يصلح الشباب، ونريد من خامة الرئيس عبد الرب منصور هذه بتسريع القضية والاهتمام، ولكل المرافق الحكومية ووزير الداخلية والميسري بتسريع القضية ويحاسب القتلة. طيب هل وصلتكم، يعني هل الأجهزة الأمنية تخاطبت معكم، حدثتكم، تكلموا معكم؟ تخاطبت معنا بأن استدعوا أنا والوالد، استدعونا إلى شرطة المعلة وأخذوا أقوالنا ويتفاوضوا معنا على أن يوقفوا التخريب ويقطعوا الخط، ووقفوا معنا في أن بيقسوا معنا وبيخيموا أما ضد التخريب، و نعم محمد، يعني الآن ما الذي تقوله للناس الذين هم الآن يخرجون يطالبون ب يعني القصاص أو يطالبون بمحاسبة من فعل هذا الأمر مع رأفت؟ والله أريدهم أن يوقفوا كل الجهاد واللي عنده ذرة نخوة، وأنا أشكر كل من خرج في الشوارع إلى خرجوا إلى الشوارع ووقفوا معنا وجزاهم الله خير. نعم محمد، إذا هي دعوة، وأشكر كل من خرج إلى الشوارع، ونريد تسريع القضية من كل الأطراف. إذن هذه رسالتك محمد للمتضامنين معك، المتضامنين مع العائلة ومع رأفت أيضا ومع القضية التي يمثلها رأفت. أنت شكرتهم على وقوفهم معك وعلى احتجاجاتهم وعلى اعتصاماتهم معك، وأيضا قدمت رسالة للأجهزة الأمنية
المعنية بمتابعة هذه القضية، هل من رسالة أخيرة تريد إيصالها لمن يتابعنا الآن؟ أريد تسليم القضاة تسليم القتلة بأسرع وقت ممكن، نريد نأخذ القصاص من أولى القتلة ونأخذ بثار أخي رحمة الله عليه، ويهتم بالموضوع هذا. إذن أشكركم على كل خير. شكرا لك أنت محمد دنبع شقيق ضحية رأفة دنبع على ظهورك معنا اليوم، والمعذرة بكل تأكيد على أسئلتي التي كانت صعبة بكل تأكيد في هذا الموقف، لكنك أظهرت شجاعة كبيرة في هذا الظهور، وأرجو من الله أن يرحم رأفة. وهي كما أنت نقلتها مطالبات للأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة بأسرع وقت والقصاص من قتلت رأفة. شكرا لك محمد دنبع شقيق الضحية رأفة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. بالعودة إليك سيدة الصراري، ما تعليقك على ما قاله محمد الآن؟ طبيعي نشكر الأخ محمد على رباطة شو وعلى أنه قدر أنه يأتي إلى الاستديو أو حتى يتحدث في مثل هذه الواقعة التي فعلا تحز بالنفس. اليوم رأفة، غدا الله يعلم من الضحية القادم، طالما وأن لدينا جنات أو أجهزة أمنية المفترض أنها تقوم بحماية حقوق الإنسان هي من ترتكب انتهاكات بحق المواطن داخل محافظة عدن. بالأول والأخير رأفة هو مواطن مثلما أي مواطن، واليوم تلقى على عاتقنا كمجتمع مدني وكنشطاء على إثم الأجهزة الضبطية، القضاء، النيابة، وزير الداخلية، كل من لديه حس وطن ومسؤولية عليه اليوم أن يقف بجانب أسرة الضحية رأفة دنبع، وعليه المطالبة بالقصاص من الجناة، وعلى الأجهزة الأمنية تعقب هؤلاء الجناة، وعليهم أيضا احترام حقوق الإنسان الذي هم من المفترض حماية حقوق الإنسان وليس انتهاكها. طبيعي اليوم ما تتعرض له هذه الأسرة هو ضغط شديد جدا، أصلا ضغط بالمأساة التي حدثت لهذه الأسرة والكارثة. بالتالي يجب علينا نحن المجتمع المدني وكل المواطنين داخل عدن، وهذا ما يحدث فعلا، أن نقف بجانب هذه الأسرة وأن نطالب كل من لديه المسؤولية وكل من لديه أيضا الحس الوطني وكل مؤسسات الدولة بأن تقف بمسؤولية تامة بالأخذ بالقصاص وبالتالي تقديم الجنات للعدالة. أيضا نطالب المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بتشكيل فريق حقوقي لمتابعة اللجنة التي من المفترض أن تشكلها وزارة الداخلية للوقوف على ما حدث وإعطاء تقرير مفصل، وبالتالي أيضا نجب أن يكون لديها رديف من المجتمع المدني للمشاركة أيضا في التحقيق. بالتالي أيضا المواطن يجب عليه أو عليه دور كبير جدا أيضا في مناصرة أسرة الضحية ومناصرة أيضا المجتمع المدني حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع ومثل هذه الانتهاكات في المجتمع العدني أو في الشارع العدني. يعني أنت سمعت قبل قليل كلام محمد وهو يتحدث على أنه عندما ذهبوا بعد طلب إدارة الأمن في المعلى أو شرطة المعلى طلبوا منهم الحضور للاستماع إلى أقوالهم، طلبوا منهم الشرطة أن يطلبوا من المحتجين التوقف عن الاعتصام والاحتجاج، ما الذي يشير إليه ذلك برأيك؟ طبيعي الآن الأجهزة الأمنية هي في مأزق، وبالتالي من الطبيعي أن تطلب هذا الطلب، لكن ليس من الطبيعي أن تقف احتجاجات المواطنين. سيدة هدى، إذا يبدو توقف أو انقطع الاتصال مع السيدة الصراري، سنحاول عودة التواصل معها. في هذه الأثناء تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جهاد الجفري الناشطة السياسية أيضا عبر الهاتف. أرحب بك دكتورة جهاد. دعني أسألك في البداية، كيف تابعت قضية رأفة دنبع وما الذي يجري في عدن؟
اهلا وسهلا فيكم. طبعا من اول لحظه تابعت الموضوع واهتميت باهتمام كبير لانه الموضوع مهم جدا جدا لي بشكل خاص، ولاني انا بنت المعلى، والذي يحدث في المعلى امر صعب جدا الواحد يتقبله، وثانيا انا بنت اليمن وهذا امر لا يمكن نسكت عليه، وقضيه رأفت هي قضيتنا جميعا. نعم، طيب في هذا السياق أين يمكن وضع ما حدث لرأفت؟ يعني في حديث محمد دنبع قبل قليل أخوه لرأفت يتحدث على أن الأجهزة الأمنية طلبت منهم أن يقولوا للمحتجين ويقولوا للمعتصمين أن يتوقفوا عن هذه الاحتجاجات والاعتصامات، كيف يمكن فهم ذلك؟ هذا شيء متوقع لأنه الجريمة ارتكبها أفراد الأمن، والاحتجاجات تفضح عوراتهم وجرائمهم وفسادهم، وهذه الاحتجاجات ولله الحمد تدل على رفض المجتمع العدني لهذا الفساد وهذا الإجرام، وهذا يهدد وضع الأمن ويهدد أمنهم لأنهم مستقوين على الشعب، هم يستخدموا السلاح ضد الشعب، لكن لما يجدوا أن الشعب متكاتف وقوي ويرفض أفعالهم وجرائمهم هذا يسبب لهم قلق واضطراب وخوف. لكن نتمنى من أهل الشهيد رأفت ألا يقبلوا بهذا الاقتراح. ونحن تابعنا هذه يعني نتابع الآن في الصور الفيديو الذي يترافق مع الاتصال معك سيدة دكتورة جهاد، الاعتصامات التي يقوم بها الناس، وكان هناك أيضا تصريحات لقيادات أمنية في عدن نقلا عن العقيد علي الكاظمي أبو مشعل الكاظمي الذي يتحدث على أنه هو بذاته في وقت سابق كان قد سلم عدد من أقاربه بعد تورطهم بقضايا قتل، قال أن أي جندي يخطئ ويسفك الدم يجب أن يسلم لجهات الاختصاص أو قائد حتى إذا كان، وهو يقول سلم ابن شقيقته بعد قتل أحد الشباب وهو الآن بسجن المنصورة. هذا الكلام يقول كان قبل سنتين ونصف عندما سلم شقيقة وابن عمه بعد أن ارتكبوا أخطاء ورأوا أنفسهم فوق الناس، تم وضع الأغلال في أيديهم وتم اقتيادهم للزنازين. إذن كيف تجدين هذا الكلام في سياق هذه الجريمة التي حدثت؟ اولا ابو مشعل الكاظمي يعتبر هو من افضل القيادات العسكريه الموجوده داخل عدن، وحاليا هو المصدر، هو الانسان الثقه الوحيد، وهو موقفه يختلف تماما عن موقف البقيه، وهو افضلهم كموقف وكفعل وقول، لكن البقيه من القيادات لا نرى منهم الا انهم يفعلوا دور الاستبداد واستخدام السلاح ضد المواطنين بدون وجه حق. وقضية اغتصاب الطفل هي القضية الأولى التي تلتها قضية اغتيال رأفت. طيب برأيك هل يجب، يعني هو تحدث عن 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 أنه هو بنفسه كان قد سلم في يوم من الأيام أقارب لمتورطين بقضايا مثل هذه، هل هذا سيدفع برأيك المتورطين في قضية رأفت أو حتى قضية التي كان رأفت شاهدا فيها قضية الطفل إلى عمل مشابه أو إلى فعل مشابه، بما يعني أن يسلموا الجناة والمتورطين بقتل رأفت وقضية الطفل أيضا؟ هذا الشيء نتمناه ولكن لا نستطيع أن نخمنه. هل نحن الآن نخمن هل سيفعلوا أم لا يفعلوا؟ القضية ليست قضية تخمين، المطلوب منهم أنهم يسلموا الجناة، يسلموا القتلة، إحنا ليس في مجال التخمين، يجب عليهم أن يسلموا القتلة وأن يسلموا المغتصبين للطفل. القضيتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، مرتبطتان ارتباط كامل. المجرمين الذي اغتصبوا الطفل يجب إعدامهم، هذا مطالب الشعب، يجب إعدام المغتصبين ويجب أيضا إعدام اللي قتلوا الشاب الشهيد رأفت، البطل رأفت بالأصح. في هذا السياق كان هناك قرار من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن تشكيل لجنة للتحقيق وجمع استدلالات بقضية مقتل، كما يقول القرار، الجندي رأفت دنبع في مديرية المعلى. يعني مختصر هذا القرار تشكيل
لجنة من عدد من الشخصيات الأمنية، وتم تحديد مهام اللجنة بتوقيف الأفراد الذين أطلقوا النار وأدى إطلاقهم للنار إلى قتل المجني عليه رأفت دنبع، وكذلك إجراء تحقيق شامل في الواقعة ومسبباتها، وكذلك بالأخير الرفع بتقرير متكامل ومفصل بما توصلت إليه من نتائج. هذا قرار لأحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. برأيك إلى أي مدى هذا القرار ناجع في سياق أن كثير من اللجان ما تشكل، لكن في نهاية المطاف لا، ليس دائما الجنى يصل إلى محاسبة عادلة؟ هذا أمر روتيني يقول أي مسؤول في موقع الوزير، وهذا من باب إطفاء الشعيل، يعني تخفيف الغضب، ولا يهم المواطنين هذا الكلام، اللي يهم هو الفعل وإلقاء القبض على القتلة والمغتصبين. أنا بالنسبة لي من خلالكم أقول إنه قضية استشهاد رأفت لا تنفصل أبدا عن قضية اغتصاب الطفل. بالبقاء معنا دكتورة جهاد، أرحب بمن ينضم إلينا من عدن الصحفي فؤاد مسعد. سيد فؤاد، في سياق ما يجري الآن، أستاذ فؤاد، نعم، إذن الاتصال لم يجهز بعد، أعود إليك دكتورة جهاد الجفري. القضية إذن قد تحمل تجاذبات سياسية وتجاذبات يعني قد يستفيد منها أو قد تتطور إلى تجاذبات سياسية في الوضع في عدن، هل هذا سيخدم مسألة الانتصار لرأفت برأيك؟ الموضوع، القضية هي ليست قضية سياسية نهائيا، القضية قضية إنسانية أخلاقية مجتمعية ليس لها علاقة بالسياسة على الإطلاق. أين السياسة في هذا الموضوع؟ هناك من يتحدث على أنها قد تصبح قضية سياسية، قد يستفيد منها أحد الأطراف السياسية في هذا السياق. برأيك ما الذي يجب أن يحدث الآن؟ الذي يجب أن يحدث الشيء الطبيعي هو تسليم القتلة وتسليم المغتصبين، إعدام المغتصبين. أو أرجو منكم كإعلاميين أنكم لا تتكلموا عن قضية الشهيد رأفت ببعد عن قضية المغتصبين، لأنه أساسا الشهيد رأفت قتل لأنه شهد في قضية الاغتصاب. فرجاء لا تفصلوا الأمر، لأنكم أنتم بطريقة تعملوا تميع لقضية الاغتصاب. وهل برأيك أن بحاجة إلى تسليط الضوء على قضايا الاغتصابات التي تحدث في عدن للأطفال تحت تهديد السلاح وتحت تهديد رجال الأمن؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديك بهذا الخصوص يا دكتورة جهاد؟ أنا ليس لدي أي معلومات خاصة، أنا لست عسكرية ولا في الشغل في النيابة، ولا أنا مواطنة توصلني المعلومات مثل ما توصل بقية الناس. والذي أعرفه أنه في اغتصابات كثيرة تتم يقوم بها رجال الشرطة داخل عدن بالذات المعلة. الوكر، شرطة المعلة التي تعتبر وكر للإجرام، يجب إيقافهم عند حدهم. برأيك هل لكم كإعلاميين يجب أن تبلغوا صوتنا وأن تتكلموا عن الاغتصاب، وهو الاغتصاب هو القضية الأولى، وهذا بكل تأكيد ما نحاول القيام فيه ومتابعته. وفي هذا السياق أسألك، هل يمكن أن يكون استهداف رأفت بهذا الشكل الذي حدث يعني يوم الأحد، مساء الأحد، أن يكون سبب محاولة إغلاق ملف تلك القضية، قضية اغتصاب الطفل؟ طبعا القضية هي قضية إسكات الصوت الذي رفض واعترض على هذه الجريمة، والذي قام بالدفاع عن الطفل. صحيح اغتصب الطفل، ولكنه هو الذي رفض الجريمة وعمل على تبليغ وكان الشاهد، وهو أيضا ضرب بالرصاص على أحد المعتدين. فالقضية كانت بالنسبة للمغتصبين قضية طار، يريدوا أن ينتقموا منه وإسكات صوته وإسكات صوت الحق، من أجل أن تشيع الفاحشة داخل المجتمع العدني، ومن أجل أن يغتصبوا الأطفال دون أن يقول أنك رقيب ولا عتيد ولا أي إنسان يقول لهم لا، يريدوا يخوفوا الناس. أشكرك دكتورة جهاد الجفري الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من روما. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن، فواز العويضاني المحامي عبر الهاتف. أرحب بك سيد فواز.
من ناحية قانونية، كيف تتابع ما حدث لرأفت دنبع قبل يومين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في البداية أريد أن نعزي أسرة الشهيد، ونريد أن نعزي أنفسنا وبني عدن في مقتل الشاب رفد دنبع رحمة الله تخشى. في البداية يعني لا يوجد أي مسوغ قانوني يخول تلك القوة الميليشياوية، يعني اسمح لي أنها ميليشيا، يعني ترتدي زي أمني، لا تملك أي مسوغ قانوني. فالمسوغ القانوني الذي يتم تداوله من قبل الجهات الأمنية هو الأمر القهري الصادر من النيابة العامة بتاريخ 23/7، هو كان لم يكن وفق نص المادة 74 من قانون الجرائم الجزائية، يعني إذا لم ينفذ أمر القبض خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره يعد يسقط ما لم يقدم، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات تعتبر باطلة، وهناك تعمد في الجريمة، وهناك تعمد في قتل هذا الشاب في ظل عدم وجود قضاء. فمتى تم تجديد هذا، يعني إذا افترضنا أن هناك تجديد، فمتى تم تجديد هذا أمر القبض أو أمر الحظر القهري في ظل عدم وجود قضاء؟ أصلا القضاء واقف للأسف، يعني نقول هذا الكلام. طيب عدم تعيش حالة غضب، عدم تعيش حالة هياج. هناك جريمة ارتكب وليست هي الأولى وليست ولن تكون الأخيرة، ما لم يكن هناك وقفة جادة من أبناء عدن ضد هذه التصرفات، ضد أي من كان، أي جهة، أي كان هذه الجهة، يجب أن يتم الوقوف وقفة جادة في مواجهة هذه الجرائم اللي ترتكب في ضد أبناء عدن. هل يعتبر إصدار وزير الداخلية لقرار بإنشاء لجنة للتحقيق ورفع نتائج هذا التحقيق للجهات المختصة، هل يكفي برأيك؟ هل يعني ستصل إلى نتائج؟ يا أخي في ظل عدم وجود القضاء، يعني أقول جزاء الله وزير الداخلية أنه قام بعمل لجنة، يعني الأصل أنه هذا دور القضاء، دور النيابة أن تقوم بالتحقيق. أين النيابة؟ أين القضاء؟ للأسف يعني هناك خذلان من قبل القضاء للمواطن اليمني، للمواطن في الشارع في عدن. نقول ان ما قام به نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه من عمل لجنه يعتبر اجراء، يعني يحاول ان يرضي به الشارع. اين القضاء في مثل هذه الجرائم؟ وليس من هذه الاولى، يعني من قبلها الاقليمي، من قبلها عده جرائم ارتكبت في عدن. طيب ما هي المسؤولية يعني الآن في سياق أن هناك جهة، أن هناك جهة سيد العويضاني، هناك جهة اعترفت أو يبدو أنها اعترفت بأنها بالفعل أرسلت هؤلاء الذين أطلقوا الرصاص على رأفت لاعتقاله في ذلك الوقت، إلى أين تمتد المسؤولية القانونية في حال أنهم في نهاية المطاف أطلقوا الرصاص عليه بدلا في افتراض جدلا أنه كانوا هناك لاعتقاله؟ نعم، القوة الأمنية إذا افترضنا أن هناك يعني سلامة الإجراء القانوني، أن هناك الأمر القهري الصادر لا زال لم يسقط ولا زال قيد النفاذ، يجب أن تقوم هذه القوة الأمنية باتخاذ الحيطة في اللازمة أثناء القبض أو أثناء الحظر القهري. يعني هؤلاء عسكر، هؤلاء مدربون، يجب أن يقوموا، يعني حتى لو كان هناك مقاومة من الشخص، وطبعا هذا ما لم يكن، يعني لم يكن هناك اي مقاومه من الشخص او من المرفوض، يجب ان يكونوا اكثر حيطه واكثر التزام بالقانون اثناء يعني استخدام السلاح. ويعني بناء على شهاده شهود العيان، كان هناك ضرب مباشر يعني في مقتل، ليس في الاطراف وليس في كما ينبغي ان يقوم به العسكري المحترف. المسؤوليه الجنائيه لا تقتصر على هؤلاء الذين قاموا بتنفيذ الجريمه في المعلة، المسؤوليه الجنائيه تمتد الى اولئك الذين قاموا باصدار الاوامر لهذا الطاقم او لهذه القوات بالنزول للقبض على وفقا لمسوغ غير قانوني على الشهيد دنبع. تمتد الى اولئك المسؤولين ايا كانوا، رئيس مكافحه ارهاب، مدير امن، ايا كان الشخص، تمتد المسؤوليه اليه وهو شريك في هذه الجريمة ويعتبر مجرم.
وضحت الصورة سيد وعلى فواز. لن هذا لا قبل إلا أن يكون إلا بعد أن يكون هناك رد شافي وكافي ويعني يسلك الصدور لجميع أبناء عدن. أشكرك أستاذ فواز العويضاني المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بمن ينضم إلينا الآن أيضا من هناك، العميد الخضر الزامكي القيادي في المقاومة الجنوبية سابقا. سيادة العميد، إذن كيف تتابع هذا الوضع الأمني الذي وصلت إليه عدن إلى درجة أن هناك قوات أمن أطلقت الرصاص على أحد المواطنين الشهود في قضية جنائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البدء أتوجه بالعزاء إلى أسرة دنبع وإلى أبناء المعلة ولا أبناء المقاومة الجنوبية ولا أبناء الجنوب كامل فيما يحدث لأبناء الجنوب وما حصل خواتم جريمة شنعاء، وليس من الآن ولكن في جرائم كثيرة. وأنا أتوجه بالرسالة على الأخ وزير الداخلية أن تشكيل اللجان هو كلام فاضي وهو تضييع للعدالة. نقول لا، يجب أن يسلموا الجناح ومن أعطى الأوامر وعلى رأسهم الصعلوف إسرائيل الذي ارتكب كثير من الجرائم، وعلى الخبر سليمان لأن أحد يزايد عليه في المقاومة الجنوبية. وأتوجه لأبناء الجنوب كافة، أبناء المقاومة الذين قاتلنا ثلاث سنوات وفي روحنا وقتلنا، أنا أقول لهم إن ما يحصل هو عار علينا وعار للشهداء الذين قدمناهم. ماذا قدمنا من نموذج؟ هل قدمنا الصعلوك القدس لسلال وانساله الذين يرتكبون الجرائم في حق ابناء الجنوب وفي حق ابناء عدن؟ هذه جريمه. وانا اقول للقلب الشريف ان فاض صبرنا ولا رئيس الجمهوريه فاض صبرنا، والله الذي في سنة لا امرهم ولا حزامهم ولا من وراهم، بس ان كنا نريد الحفاظ على الاحمال الجنوبيه. فلكن اذا استمروا بهذه الطريقه، وانا اللي اتوجه لابناء الجنوب ان يخرجوا كما ما خرجنا في الحرب الحوثيين وصمدنا، اذا لم يستجيب وزاره الداخليه والامن لهذه الجرائم فانني اقول لهم فعليكم ان تلبسوا ثياب النساء، فما خرجنا في حياتنا لانتهاك الاعراض وقتل الاطفال والجرائم التي تحصل للاصابات للاطفال في المعلق كما قالت الاخت الناشطه. أنا أتوجه فعال والله إنه العار. طبيعة الحال هي الجريمة مشينة التي حدثت في عدن، لكن في هذا السياق سيادة العميد، ما هو الدور الذي يناط أيضا إذا كانت الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية غير قادرة على العمل بشكل كبير في هذا السياق؟ ما الذي يمكن أن يكون مجتمعيا برأيك؟ يا عزيزي أنا أقول لك أن بالنسبة لما الأجهزة الأمنية إحنا نحتفظ بها فيما توضح من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن عليهم تنقية الشواهد حول الأغزال اللي تدخلوا في جهاز الأمن، دخلوا في جهاز الأمن ولم يعملوا شيء. سمعت ولا لا؟ يعني هؤلاء دخلاء حرب ولم يشاركوا في النضال. هذا يسأل الأخ شلال أين هذا كان المغتري في أثناء الحرب؟ هذا كان من الأمن المركزي من جيش عفاش، وأنا من الذي اعتقلني أيام المظاهرات وايام الساحات. سمعت لا، ونقول لهم ان هذه جريمه كبيره في حق ابناء الجنوب وفي حق الغابه وفي حق الشهداء الذين قدمناهم. وعلينا ان نتعرف، اما بالنسبه للاجتماع فلا اقول لهم ان ارفضوا ان السكوت عار وذل كما رفضت الحوثي واسلامه وادلامه، عليكم ان ترفضوا مثل هذه الاشياء. بس ارجو ان اولا نرجو من الداخليه ومن الحكومه ان تتخذ المسارات القانونيه وتسليم الجناح على الاغتصابات وجرى على سبل الطفل المعلق وضلعت التعليمات وعلى راسه اليسران. انا اسميه اليسران لانه هو الذي صرح انه اللي قام بالعمليه. أشكرك على تواجدك معنا العميد الخضر الزامكي القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك من جهة يسران المقطري العقيد يسران المقطري من يظهر هنا حتى يرد على ما ورد في مداخلة العميد الخضر الزامكي. على كل الأحوال مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. في نهاية المطاف نأمل أن يقدم الجنى في القضيتين، قضية اغتصاب طفل المعلى وقضية أيضا مقتل رأفت دنبع، إلى العدالة ويأخذوا جزاءهم الرادع.
في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.